وسط أجواء مميزة القوة الجوية ينهي التحضيرات لمواجهة نفط ميسان. نتابع. مشاعر طيبة تعرف يعني تجينا من الأطفال من الكبار من الصغار. القوة الجوية جمهور شامل لكل الفئات وكل الطوائف، وعندنا جمهور بكل المحافظات، يعني احنا جمهور القوة الجوية في كل مكان، اكو جمهور للقوة الجوية حاضر. هذا يرتب علينا مسؤولية كبيرة بان لابد ان نقدم بالافضل. اكيد جمهور القوة الجوية معودين صراحة على هذا الشيء، وهي مبادرة يعني مبادرة جميلة صراحة، وتعرف يعني بداية دوري وهذا الشيء دافع معنوي. اكيد تعدينا بشيء كلش كبير، خاصة انه باكر تحضر مباراة، اول مباراة بالدوري مباراة صعبة. مشكورين، ان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنهم. مبادرة حلوة وفرحتنا، ان شاء الله عازمين على تحقيق النتيجة ان شاء الله، ونفرح جمهورنا واكيد نهدي هذا الفوز ان شاء الله الفطومة. بكرة مباراة بالدوري. نشكر الدعم الجماهير، ان يعني احنا سلاحنا الاول، يعني ما نقول رقم 12، رقم 1 الجمهور. نشكر على هيك مبادرة جميلة. يعني القوة الجوية تمشي بدمي، وأحب القوة الجوية، ويعني أني أحب نادي القوة الجوية، ويعني أريدهم يفوزون دائما، وهم عودونا على آسيوية، وإحنا نريد منكم آسيوية ودوري. تحياتنا لفطومة مشجعة الجوية ولوالدها أبو دليار، دائما مبادراتكم طيبة مع القوة الجوية، ويا ريت كل جماهيرنا تكون بهذا الحس وهذه الروح. ولحساب ذات المباراة، أكمل فريق نفط ميسان استعداداته للقاء الصقور. نشاهد. أكيد مباراة الافتتاح مع القوة الجوية أكيد دافع للاعبين، دافع للأجهزة الفنية. إحنا مستعدين إن شاء الله استعداد تام لكل الدوري، مو فقط هاي المباراة. كون الدوري يعني من مرحلة واحدة، ممكن 7 لعبات اللي ممكن في ملعبك أنه تحرز النقاط الكاملة، العلامات الكاملة، حتى تكون أنت من ضمن الفرق الأربعة. الفريق الكل جاهز، يعني الحمد لله جاتنا إضافات للفريق، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. ويعني مثل ما تعرف بداية الدور دائما تكون مباراة صعبة، يعني إن شاء الله ماكو شيء صعب علينا. الفريق على تم الجاهزية لمباراة القوة الجوية، انهينا استعداداتنا، وإن شاء الله نطمح ل3 نقاط مع احترام الفريق القوة الجوية، اسم كبير، ودائما ما تكون أول مباراة بالدور صعبة، إن شاء الله نحقق 3 نقاط، وطموحنا أن تغلب المباراة.